أمير. أيوة. مساء الخير، كيفك؟ مساء الفل. بدي أخذ رأيك بمروج شانتال وبقية الصبايا. بالترتيب، حنان أنا بقيت لما بشوف وشها وهي طالعة ببقى عارف هتغني كويس أو هتغني نص نص. النهاردة طالعة مرتاحة مبتسمة، شكلها مذاكرة وحافظة كويس، غنت حلو طبعا النهاردة، التزمت بالأغنية، ما خرجتش كتير زي مرات قبل كده. أنا شايف إن ده، أنا فاكر البرايم الرابع وده أحسن برايمين غنت فيهم، فجود النهاردة. دينا، يعني دينا تتحط نومينيشن كل برايم لو هيبقى ده النتيجه. بصراحه النهارده انا استمتعت بينا جدا. الاغنيه اللي غنتها فيها تفاصيل كتيره، فيها اكتر من لحن، اتنقلت بين كل الالحان بسلاسه، يعني غنت بخبره المطربين الكبار النهارده. يعني احلى مره اسمع انا شخصيا فيها دينا النهارده. مش مهم بقى البرد والكلام ده، برده بجيبوا لها برد، جيبوا لها فيروس او اي حاجه. كانت هايله. شانتال مرتاحة مبتسمة، الأغنية يمكن كانت شوية اللحن ضيق شوية بس التزمت بيه كويس. من المرات اللي كانت كويسة فيها هي بس مشدودة شوية فعايزها تبتسم. عايز أقول لهم هم التلاتة النهاردة أنا مبسوط منهم هم التلاتة، وأكيد يعني زعلان إن حد فيهم هيمشي. برافو. شو يلي برأيك معقولة بهالمرحلة من البرنامج يخليهم يخسروا؟ البرنامج كل ما بيمشي طبعا المستويات بتبقى متقاربه اكتر. هما لازم يركزوا على ثلاث حاجات وجهه نظر، يعني التركيز، كل حاجه بتتقال لهم في الاكاديميه يطبقوها ويركزوا فيها كويس. الهدوء، اللي هيبقى اكثر هدوءا اكيد هيقدر يؤدي بشكل افضل. اهم حاجه بالنسبه لي اللي هي القدره على الاستمتاع مهما كان الضغط. المطرب لو ما استمتعش استحاله الجمهور يستمتع، فاتمنى ان هم يركزوا كويس يعني. شكرا امير. هالاغنيات يلي كنا عم نسمعها من الشباب بسرعه بتفوت على القلب، قد ايه صعب غنائها؟ رافائيل، يعني الصعوبه بالنسبه لي ان هو مش بس بيغني اغنيه مصري، بيغني اغنيه شعبي صرف يعني، بس يعني مش عارف، برافو عليه بجد، جن يعني. يعني انا كمصري طالما صدقته اكيد مصر كلها صدقته، برافو. ومحمد غنى اغنيه صعبه قوي برضو، اعتقد انها الموسيقار الموجي غالبا يعني، بس فيها غنى صعب. وهو النهارده يعني مزاجه كان عالي جدا، انا مش شايف هو فين. لا النهارده سلطنه، النهارده انت سلطنه يعني. انا مبسوط ان علقت النهارده على ناس غنوا كويسين، ببقى نفسي ده يحصل. لا كانوا هايلين، الاغاني صعبه طبعا، بس ورافائيل مجنون طبعا، بس انا عارف هو بيعرف يتقمص اي حاجه. لا شكرا. احسنه.